الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. من يرى في المنام أنه يقوم بتمزيق ملابس شخص ميت والله أعلم علامة على إصابة صاحب الرؤيا بالهم والضيق الشديد الفترة القادمة. حلم تمزيق ملابس شخص ميت في المنام والله أعلم علامة أن هناك شخصا يريد الشر لصاحب الرؤيا وعليه الحذر. تدل رؤية تمزيق ملابس ميت في المنام والله أعلم علامة على الضرر والأذى الذي سيعاني منه صاحب الرؤيا الفترة القادمة. رؤية شخصا يمزق ملابس الميت في المنام والله أعلم علامة على المشاكل والمتاعب التي سيمر بها صاحب الرؤيا في حياته الأيام القادمة والله أعلم. رؤية الملابس القديمة في المنام علامة على الافتراق مع الأحباب أو العدو الفترة القادمة لصاحب الرؤيا والله أعلم. حلم الملابس القديمة الممزقة في المنام علامة على الموت للشخص المريض أو المرض للرجل الصحيح والله أعلى وأعلم.